السلام عليكم، شو اسمك؟ ريان. ريان ايش؟ ريان محمد ابالي. ريان انت وين كنت؟ كنت عملنا شي غلط فكانوا يعملون معي عقاب. عقاب ليش العقاب؟ عشان ما كنا صافين منيح بالنظام. وعشان نظافة ايش؟ الباص. عشان نظافة الباص، عمكم راح توسخوا الباص هيك بعدها؟ لا لانه عشان ما يعملون معي عقاب. ان شاء الله، على خير ان شاء الله.